يمشي يستمع ليها وتتبعني. هذا المغرب هذا دارس فيه واحد الملك ظالم، الملك ظالم سميته الحسن الثاني. باش تسمعوا هذه القضيه على المستقلين وما تغروش بزاف، اسس واحد الحزب سميتو التجمع الوطني الاحرار، دار لعبه سياسيه ودخل وسط المستقلين وسط البرلمان ودار حزب ديال السلطه. كنبه الحركه ديال 20 فبراير وكل الاحرار اننا نخترق باسم الاستقلاليه ونخترق باسم الديمقراطيه الداخليه. انتبهوا، ما كاينش شي واحد اللي قد يوقف هذه الحركه دابا. شكرا اخي، حاول يخسر يخترق وعاود يخترق ما يقدش يخترقنا، وحنا راه ما مفكيش.